أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية في مقال نشر في الهيئة نت، يقول الكاتب طلعت رماح في مقال نشره موقع الهيئة نت: بدا العالم مختلفا بين عمليتي غزو واحتلال العراق وأفغانستان في عام 2001 و2003 من جهة، وعملية غزو أوكرانيا هذه الأيام 2022 من جهة أخرى. ففيما صمت العالم وجلس في مقاعد المتفرجين على ما يجري من عدوان وجرائم حرب في الحالة الأولى، انقلب رأسا على عقب في الحالة الثانية. كان القصف يجري في حالة غزو واحتلال العراق كما لم يرى العالم من قبل في العنف وقوة الانفجارات والتدمير الشامل والقتل، لكن لم تصدر إدانات ولم يعقد مجلس الأمن. ورغم أن الغزو الأمريكي جرى دون قرار من مجلس الأمن، فلم تجري دعوة لمناقشة وإدانة الغزو، وحين طلبت الولايات المتحدة إصدار قرار بالاعتراف بها دولة احتلال لكي تتصرف كما ترى في ثروات العراق وتشكل النظام السياسي وفقا لمصالح الاحتلال، لبى مجلس الأمن الدعوة ونفذ المطلوب فورا. الأمر اختلف كليا في حالة غزو روسيا لأراض في أوكرانيا. انعقد مجلس الأمن الدولي عشرات المرات حتى سجل رقما قياسيا في الانعقاد والتصويت، وجرى فرض أقصى العقوبات على المعتدي الروسي من خارج مجلس الأمن، عقوبات في كل يوم. وتحركات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان، وأصبح ضخ الإعلام المساند لأوكرانيا يجري بمعدل 48 ساعة في 24 ساعة للتشهير بالمعتدي. وبات مساندو الطرف المعتدى عليه، وهم كانوا المعتدين في حالة العراق، يرفعون لواء حق الشعوب والدول في المقاومة ويعملون بأقصى طاقة لإمداد أوكرانيا بالسلاح. وصارت الدعوات تنطلق مدرارة بشأن محاكمة مجرمي الحرب، وبدأ تشكيل فرق جميع البيانات وتحري الوقائع. هذا الاختلاف في ردود الفعل الدولي يلح على الذهن العربي والإسلامي: لما كل هذا الاهتمام والفزع لأجل أوكرانيا مقارنة بالصمت المطبق أثناء غزو واحتلال أفغانستان والعراق، وعما حدث ويحدث من جريمة مزمنة في فلسطين؟ وكيف ولماذا انقلب حال من قاموا بغزو واحتلال العراق وارتكاب كل أنواع الجرائم ضد الشعب العراقي ليظهروا في ثوب المدافعين عن استقلال الدول والرافضين لأعمال الغزو والاحتلال وتغيير النظم السياسية بالقوة العسكرية؟ وكيف أصبح من ارتكبوا كل صنوف جرائم الحرب في العراق في وضع المدافعين فجأة وبشراسة عن حقوق الإنسان بين ليلة وضحاها؟ ونقرأ مقالا من موقع مركز رسام للدراسات للكاتب حامد الفلاحي، يبدو بأن مدينة سنجار تعود إلى واجهة الأحداث السياسية والأمنية مرة أخرى وبقوة، خصوصا وأنها دخلت ضمن دائرة الصراعات الاستراتيجية الداخلية والخارجية بسبب الخلافات الداخلية والولاءات الخارجية والأطماع الإقليمية، أدت لتقاتل الحلفاء أصدقاء الأمس أعداء اليوم. فهناك عمليات عسكرية للقوات الحكومية العراقية بمدينة سنجار ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهناك عمليات عسكرية تركية تنفذ ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي تأتي ضمن سياق استراتيجي لمواجهة التنظيم، علما بأن مدينة سنجار مرت بأحداث جسام خلال الفترة الماضية، بدأت بسيطرة تنظيم الدولة عليها ثم استعادتها وصولا إلى سيطرة الميليشيات المسلحة عليها. إن مدينة سنجار تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة ومهمة لجميع الأطراف المتصارعة عليها بسبب موقعها الجغرافي الذي يمثل عقدة مواصلات مهمة، كونها تقع في منطقة وسطية قريبة من إقليم كردستان، كما أنها قريبة من الحدود السورية وكذلك من الحدود العراقية، وهي تضم عارضة مهمة تتمثل بجبل سنجار الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1400 متر،
ما يجعلها بيئة مناسبة تساعد على التنقل والإعداد والتعبئة والاختفاء وإعادة التنظيم والتدريب، كونها منطقة جبلية وعرة ومعقدة تساعد على حرب العصابات والقتالات الخاصة، وهي تضم مدناً وقراً كثيرة، كما أنها تتميز بتركيبتها السكانية المتنوعة حيث تقطنها أغلبية يزيدية، بالإضافة إلى العرب والتركمان والمسيحيين والأكراد، وقد اتخذ منها حزب العمال الكردستاني PKK قاعدة خلفية وبديلة لجبل قنديل، وأسس فيها مقرات وميليشيات مسلحة من أهل المدينة وأصبحت تابعة له، بحيث أصبح القضاء يشكل مورداً اقتصادياً مهماً للحزب بسبب عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأغنام والآثار، ناهيك عن الإتاوات التي يفرضها مقاتلو التنظيم على العراقيين المقيمين في القضاء، كما أنه يعتبر المدينة امتداداً لمقاتليه المتواجدين على الأراضي السورية وكذلك المتواجدين في جبل قنديل شمالي العراق. لقد بدأ حزب العمال الكردستاني نشاطه العسكري في عام 1984، واتخذ مقاتلوه من كردستان العراق عمقاً استراتيجياً لحماية قواعده الخلفية. بعدما قال الكاتب حاتم الفلاح المنشور في موقع رسام، ننتقل إلى الكاتب جهاد بشير في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني العراقي، ويقول فيه: مع شديد الأسف على واقع أمتنا، فقد أصبح الإجرام الصهيوني حالة يومية وسجية دائمة، فلا تكاد تمر ساعة إلا وقد ارتكب جيش الاحتلال جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، وفي مقدمتها دماؤهم التي كانت وما تزال سلاحاً ماضياً سيدفع الاحتلال أمامه ثمناً باهظاً من حيث لا يحتسب، ولن يلقى إزاءه المطبعون إلا سواداً في الوجوه وسوءاً في المآل. جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة تأتي بعد أسبوع فقط من احتفاء الأمم المتحدة بما تسميها اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبدلاً من أن يسعى الرأي العام بشقيه العربي والعالمي إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في البلدان والمناطق ذات القضايا الكبرى مثل فلسطين والعراق وسوريا، نراه يغض الطرف عما ترتكبه قوات الاحتلال والسلطات الحكومية في هذه البلدان. يتمادى الاحتلال وقواته في لمعان بجرائمه وانتهاكاته، ويعمل جاهداً على زيادة حصيلة ضحاياه الذين كانت الصحفية أبو عاقلة في صدارة هذا المشهد مؤخراً، ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، فدائرة الاستهداف واسعة ومديات إجرام العدو في تزايد، وهذا ليس تشاؤماً معاذ الله، وإنما هو بالنظر إلى واقع الحال ومعطيات ما يجري في الميدان في ظل عجز النظام العربي الرسمي والمجتمع الدولي عن وضع حد جاد وحازم للاحتلال الصهيوني. التقارير المعنية بحرية الصحافة أظهرت مؤخراً استمرار تراجع الحرية في فلسطين، ولا سيما حريتي التعبير والعمل الصحفي، بل إن صحيفة هارتس العبرية بنفسها أقرت أن عشرات الصحفيين في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين تعرضوا لأذى الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين كما تسميهم، وذلك في غضون السنوات القليلة الماضية. وتعترف هذه الصحيفة بالقول: يكاد لا يوجد صحفي في القدس لم يتعرض لإصابة برصاص مطاطي أو ضربة بهراوة أو قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال الصهيوني. الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب عيني وجماعي متعلق بالأمة والإنسانية على حد سواء، ونصرتها تعد من نصرة الله تعالى وإعلاء كلمته، وهذا من الأمور البديهة التي لا يغالط فيها إلا مطبع أو متماهٍ مع الاحتلال. ولما كان الأمر كذلك، فإن كل صوت يدعم قضية فلسطين والمسجد الأقصى ويكشف جرائم الاحتلال وعدوانه وانتهاكاته داخل في معادلة الدعم بشقها الإنساني ونمطها الوطني ودافعها القيمي، فضلاً عن الدافع الديني الذي ينظر فيه إلى قضية القدس والمسجد الأقصى على أنها عقيدة لازمة لا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف، ولا يشفع للتخلي عنها أي مبرر. في رثاء شيرين أبو عقلة كتب حسام شاكر مقالاً في موقع عربي 21
حملت متاعها وتحركت مع الفريق الصحفي في الميدان لمباشرة التغطية الإخبارية، وتأهبت لبث تقريرها المرئي كما فعلت طوال 25 سنة، لكنها صارت موضوع الخبر في مهمتها الصحفية الأخيرة، فجاء صادماً ودامياً. استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي برصاص الحي في رأسها خلال التغطية الصحفية من مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، فهوت أرضاً وأصيب زميلها المنتج الصحفي علي السمودي. حملها رفاقها في سيارة على عجل في مهمة إنقاذ يائسة، وقد تغيرت ملامح رأسها المتفجر حسب توثيق مقاطع صادمة. كانت هذه هي اللقطات الأخيرة لشيرين أبو عقله المعروفة جيداً، فهي الصحفية الفلسطينية التي بقيت حاضرة دوماً عبر شاشة قناة الجزيرة وتعرفها الأجيال في كل بيت عربي، واكبت وقائع يومية وأحداثاً كبرى. كانت صحفية نشطة حقاً، ظلت حاضرة في الميدان لمواكبة قضم الأراضي واستشراء الاستيطان ومصادرة المنازل وهدمها وتشييد الجدران الرمادية الكئيبة في الضفة الغربية، والحضور مع حشود الفلسطينيين المكتظة عند حواجز الإذلال العسكرية التي أقامها الاحتلال لعرقلة حركتهم. واكبت أبو عاقلة من الميدان عدداً لا يحصى من عمليات القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق مواطنين فلسطينيين من كل الأعمار، ثم كانت هي موضوع الحدث في تغطيتها الأخيرة من الميدان عندما قتلتها قوات الاحتلال بطريقة بشعة صباح الأربعاء في 11 من شهر أيار عام 2022 في مخيم جنين. ظلت تغطية شيرين أبو عاقلة الميدانية شاهداً على واقع صممه الاحتلال على طريقته الخاصة، فما قدمته في عملها الصحفي يصور ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الأرض في ظلال ما سمي عملية سلام الشرق الأوسط، ووعود المجتمع الدولي التي انهارت، أو وعود الولايات المتحدة وأوروبا بالأحرى بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في نهاية الماراثون التفاوضي. غطت الصحفية الشهيرة حملات واقتحامات شنها جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلهوادة، وحضرت في الأحياء السكنية الفلسطينية المهددة بالهدم أو اقتلاع السكان لصالح المستوطنين الإسرائيليين، كما في حي الشيخ جراح. انتقد الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست صمت الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، التي كان آخرها قتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقله. ففي مقال نشره في موقع ميدل إيست آي البريطاني الذي يرأس تحريره، يؤكد ديفيد هيرست أن شيرين أبو عاقله مراسلة الجزيرة التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بينما كانت تغطي اقتحامه لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، قد ضحت بحياتها لتطلع العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين. وشدد هيرست على أن أبو عاقلة ليست وحدها، فهناك فلسطينيات شجاعات مثلها يفعلن الشيء نفسه، وما يحدث لهن يعد وصمة عار في ضمير العالم الغربي الذي يلبس مسوح القيم الأخلاقية عندما يكون ذلك في مصلحته ويرميها في سلة النفايات عندما لا تخدمه. إننا موقنون بشيء واحد، وهو أن البلدان نفسها التي رأت نفسها مدافعة عن الحق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا ستلتزم الصمت التام إزاء مقتل شيرين أبو عاقلة، التي بمقتلها يصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل هذا العام 58 شخصاً، مثل ما حدث مع من قضوا قبلها برصاص الجيش الإسرائيلي. وقال إن الغرب يدعي أنه يدافع عن الديمقراطية وحرية التعبير في معاركه مع أعدائه، ولكنه يصمت بوقاحة عن تجاوزات حلفائه، مضيفاً ولكن اللحظة التي تنشأ عند تحويل النظر إلى الجهة الأخرى لا تمحى ولن تزول بمرور الوقت. وأشار هيرست في مقاله إلى أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائمه ضد الصحفيين بالدفاع عن نفسه، الذي يحمل الجيش الروسي في أوكرانيا أو الجيش المصري في سيناء على قمع التقارير المستقلة حول ممارساته، إذ يسعون إلى قتل أي رواية للأحداث تنافس الرواية التي يقدمونها للناس،
لأنهم يدركون عدم شرعية ممارساتهم. وأضاف: هناك حقيقة واحدة يريدون أن تظهر عن عملياتهم مثل تلك التي قاموا بها في جنين، الحقيقة التي هم يرونها. وقد كان وجود شيرين أبو عاقلة في جنين عائقاً أمام ذلك فقتلوها. أشارت مجلة فورين أفيرز في مقال لأستاذة الشؤون الدولية بجامعة يوسكول بنيويورك نينا خروشتشيفا إلى الطريقة التي سيطر فيها الرئيس فلاديمير بوتين على الدولة، وترى أنه انقلاب في الكرملين. وقالت إن بوتين ألقى في 20 من كانون الأول ديسمبر 1999 خطاباً أمام كبار المسؤولين في جهاز الأمن الفيدرالي الروس FSB بمقره في لوبيانكا بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، وقال ساخراً: لقد جرى إنجاز مهمة التسلل إلى أعلى مستوى في الحكومة، ما أثار ضحك زملائه السابقين الذين عرفوا أن النكتة هي عن روسيا. وبعد أقل من أسبوعين أصبح بوتين رئيساً مؤقتاً، وعمل منذ ذلك الوقت على تقوية مؤسسات الدولة بطريقة تكون قادرة على مواجهة فوضى رأسمالية شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي والعملية الديمقراطية غير المستقرة. ما حدث كان في الحقيقة انقلاب وكالة الاستخبارات FSB على نفسها، ذلك أن روسيا تعودت على فكرة هيمنة المؤسسة الأمنية عليها، وما حدث الآن هو ظهور بيروقراطية أمنية مجهولة الهوية يقف بوتين على رأسها. وما فعله يلتسن هو أنه غير اسمه من KGB إلى FSB، فقد كان أول رئيس لروسيا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي ينظر للشيوعية كشر داهم وليس الاستخبارات الممثلة بKGB. واعتقد الرئيس بسذاجة أن تغيير الاسم القديم بجديد ربما أدى لتغيير جهاز الاستخبارات ويدفعه للإصلاح ويفكك سيطرته على الدولة. ويبدو أن يلتسن لم يفهم أو يقرأ تاريخ وعنف الأجهزة الأمنية، فهذا العنف مرتبط بزمن حرس إيفان الرهيب في القرن 16 ومستشارية بطرس الأكبر في القرن 18، ولهذا لم ينجح يلتسن بقمع الميول العنيفة للجهاز تماماً كما فشل غورباتشوف من قبل. وتقول الكاتبة إن ضباط KGB كانوا جاهزين بطريقة ما لتحمل تبعات انهيار الشيوعية والانتقال إلى الرأسمالية. وبالنسبة للأجهزة الأمنية، كانت دعوة الحقبة السوفيتية إلى مجتمع لا طبقي من البروليتاريين مجرد شعار، فقد كانت الإيديولوجية مجرد أداة للسيطرة على الجماهير وتقوية يد الدولة. وطبق الأعضاء السابقون هذا النهج البراغماتي عندما ارتقوا إلى مناصب النخبة في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. نشرت صحيفة القدس العربي صوراً من اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الفقيدة شيرين أبو عاقلة. ويوم الجمعة شيعت الجنازة في كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس المحتلة، وقتلت شيرين أبو عاقلة برصاص جنود الاحتلال الأربعاء الماضي. وقبل وصول الجثمان إلى الكنيسة، حاول العشرات من جنود الاحتلال منع خروج جنازة أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة، وأطلقوا قنابل الصوت في باحة المستشفى، ما أدى إلى إصابة العشرات بحسب ما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير.
مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.